شوف دول جاي يصيدون. ما شاء الله. تحولت هنا، أنا راح أكمل لكم من هاي المنطقة البحر، وإحنا ماشيين أشوفكم البحر وقت المساء اللي مشتاقين هاي الأوقات الجميلة. ابقوا ويانا وإن شاء الله جولاتكم مستمرة. اليوم أريد من عندكم اللايك مقدما حاليا. مدينة بتاية حلوة يا جماعة الخير، بس تعاني، كل شيء بيها مغلق. يعني بانكوك أحسن صراحة، بانكوك بيها حركة. ما شاء الله، ذكرياتكم اخوان، عيدوا الذكريات في هذا الجبل الجميل. تقاطع اخوان وهذا الفندق، هذا زين كمل والله. والجولة مستمرة يا حبايب قلبي. هذول يلعبون كرة السلة معهم، هذا الأسود. هاي بس الكلاب الله تفتح. هذا الفندق أخوان همين الإطلالة مالته حلوة مع البحر. البحر يا اخواني، كان هاي كتابة بتاية فوقكم، ولو الكاميرا عكس مدى تبين. هاي طبعا كانوا يوزعون بها اكل بالازمة، هاي الساحة هنا الناس تجي تركض تلعب رياضة. هم جددوها مو مثل قبل اخوان. نجي البحر واحنا ماشيين. شوف هاي الجبل فوقنا، هاي الناس عم تجي هنا تتمشى تقضي وقت. ها هذا المكان، تحياتي تحياتي حبايب قلبي. شوف اخوان هاي مال بتاية، هاي شقد حلوة. هاي الناس جاي الصيد، خل اشوفكم الصيد. شوف دول جاي يصيدون. نومة با هو هذا الثاني. وهذا البحر الجميل يابا يا جماعة الخير، ردت روحت من اشتميت ريحة البحر. هذا بي سحر البحر. شلون يصيدون؟ خلنا نتمشى لكم نستمر بالجولة بتاعي القسم الثاني.
شوف هاي الكلاب ايش قد الكلاب طالع يباعون على هذا يريدون يتعاركون وياه بس هذا يقتلهم هذا شوفه هذا ملخ ومتملخ سادي كاب اني ذس دوغ وات نيم مايكابوري اوه نايس دوغ اف هيم فايتنج اي ثينك كيل يا والله ذا يتعارك يقتلهم ذولا بس هم على مود الاكل جاي دي صيدون جولة مشي على البحر وقت الغروب هذا ياكل ما اعرف شي نطوه ياكل هذا خان هاي this food for dog what this food I buy food for dog chicken ah chicken he eat yeah ah good good yes I see you good you do good you can eat the dog ah nice no problem yeah keep food for dog because yes. Dog go allow and something yes yes food, that's why I come here yeah yeah you go do man you do good تبونك تبونك هذا زين تبط الكلاب جاي طعم الكلاب اكل هاي المطعم انفتح اثنين هم انفتحوا بس هذا الصف هناك جميل جدا هنطق لنا فيديو بي يمكن والله اذا سمحوا لنا شوف شكد جميل جميل وحلو جلسته قبال البحر صاير بقى اخوان قاعدة حلوة بي والناس مرتاحة با هاي الكتابة فوقك بتايا سيتي وهذا البحر قبالك بحر قبالك ايه حبايب قلبي يا جماعة كل هذا الغلاق وناس ماكو وناس قليلة بس حلوة الحلو حلو حتى لو يقعد من النوم وابقوا ويانا والجولة مستمرة بتستاهلون اكثر تحياتنا ايه حبايب قلبي نستمر الجولة شوف شوف الترتيب هذا الرتبة هنا أنا. هاي موسيقى طبعا هاي يطلع عليها مطالبة بحقوق 100% دول يريدوا يتعلمون على هاي يصعدون على مود يمشون عليها شوف هاي سابقا بالأزمة يوزعون أكل بهاي الساحة للناس المحتاجين تجي منظمات توزع لهم أكل هسه شوية أحسن خفت شوية هسه تقريبا خفت
حياتنا ذولا قاعدين هاي القعدة الحلوة وياكلون، وذولا هنا همين قاعدين هم ناس محترمين بايح. شوف هم قاعد بقى شلون قاعد قاعدة معدلة. اشتغلت هاي الأضوية. وقت أيام وقت أيام شوفون هاي الناس جاية من الجزيرة وهاي السيارات تاخذها، والنشاط المغربية راجعين. شوف هنش من شاركم شوي الاقي الناس هاي سودي كاف اي جست فيديو ان باك كوبون كاف. شوف اخوان شلون الناس، هذا كان يصيد شوي بهذا الاجنبي. هذول يصورون بقى الناس هاي كلها اللي ملاقيتنا كانت بجزيرة كورات راجعين. شوف اخوان لان حاليا الدنيا غروب فانتهت رحلتهم ورجعوا. هذول يروحون رحلة صباحية وبعدين يرجعون. الناس بدأت تطلع بدأت تبحر السفن من رجعة الحياة صراحة. قبل فترة من جيت أنا ما كان هيجي أكو ناس يعني تطلع سفرات وترجع. ما شاء لكم هنا يا حبايب قلبي. شوف هاي الناس اللي ملاقيتنا كلها دا تمشي جاية من جزيرة كولان. ان شاء الله تجون هاي الجزيرة طبعا جدا 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 جميلة، بس المتلقح يقدر بالنهار يدخل هذا المكان لانه هم قانون الجزيرة ما يصير تجيها اذا ما ماخذ اللقاح. تحياتنا. هاي الناس جاي شوالاتهم وياهم. شوف اخوان شاطئ بتايا وقت الغروب. ناس همين اللي عنده كاميرا همين راح يصور يوتيوبر. شوف هاي السفينة حركت ما ادري طبقت الباكر لان راح ينغلق هذا المكان صراحة. ما ضل شي. شوف الناس انا هاي جاي تاكل جاي تاكل بالزورق نبي نساعد هنا. هاي وصار ما ساعداني هنا. هاي حلوة هاي الصراحة. سودي كاب لاحظ بتايا وقت الغروب.
هنا انتهت جولتنا من هذا البحر الجميل والهواء اللي بصراحة يرد الروح. شوف شلون قاعدة هاي تصعد وتنزل وحدها. تحياتنا، اتمنى لكم جولة جميلة والقادم افضل. ابنا اشوفكم حلقات قادمة، مع السلامة، ادعمونا باللايك.